بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ريفيو بسرعة جدا على أقدم عربيتين وأشهر عربيتين في مصر. 127 معانا واحدة موديل 86 ومعانا واحدة موديل 88. العربيتين هنستعرضهم بسرعة جدا النهاردة. دي العربيات للناس اللي قالت لي احنا عايزين عربيات صغيرة عشان نقدر نروح ونيجي بيها الشغل. رسالة البهاء صاحبي، العربية 27 دي ودي حلوين قوي بالنسبة لك لو انت عايز تاخد فيها تلم فيها العيال كده هوت وتروح بيها الشغل وتيجي هتنفعك قوي. تابعونا بعد الفاصل، احنا في طول المستعمل. طيب اول عربية النهاردة، العربيتين على فكرة 88 87 العربيتين على فكرة موديل 87، العربيتين الحمراء البيضة والحمراء. ما تركز يا ابني على الكاميرا. اوكي احنا هنفتح اول واحده الحمراء. دي النيله. هنفتح اول واحده العربيه البيضاء بسرعه نستعرضها. طبعا احنا هنحط ايدينا في قلم ونقول اي حاجه عن العربيات دي، لان العربيات دي يا دوبك يا جماعه يعني الحمد لله رب العالمين هي ماشيه بحاله كويسه جدا وبسعر مميز للناس الغلابه اللي بتتابعنا النهارده. هنبص بسرعه على الحوض. الحوض رشش كله من جوه. تعالى هنا يا باشا، الحوض كله رش جوه تمام من البرومه. طبعا عربيه موديل 88 ولا 87 انا مش فاكر، عربيه طبعا مفرومه. فالموتور بحاله جيده جدا، العربيه ماشيه حاله جيده جدا، كاوتش حاله جيده جدا، الرخصه سنتين باسم المالك. هنلف بسرعه كده اهوت على العربيه عشان نستعرض شكلها من بره. حلوه 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 وامور، مش محتاجه طبعا بويا بره. استعراض لوش العربية اللي انتوا شفتوه في اول الحلقة. هقفل انا هيك اي مصاريف. ريفيو على العربية اللي بعدها. طيب العربية الحمراء النهاردة اللي معانا ديت احنا للاسف مش لاقيين المفتاح بتاعها ومع حد تاني، يعني احنا هنبقى نجيبه منه. العربية ديت انا اتفرجت عليها بنفسي. العربية دي غير دي، العربية دي فيها يا دوبك حتتين بس في الكارتيرة للناس اللي بتفهم في 27 كويس. العربية دي في حتتين في الكارتيرة بس هم اللي رشين، وباقي العربية دواخل فابريكا وبرده حالة ممتازة مش محتاجة أي مصاريف. يا ريت لو سمحت لو هتيجي النهاردة تشتري العربية ديت من عندي من خلال برنامج احنا بتوع المستعمل تجيب الفني معاك علشان يضمن لك حالة الموتور وحالة أي حاجة تانية. هنلف برده بسرعة كده اهوت حواليها هنبينها، مش هنستعرض دواخل لأن المفتاح مش معانا. الصالون حلو معمول عليه كسوة حلوة. عربية حالة فوق الممتازة ولا تحتاج اي مصاريف. ريفيو الجاي ان شاء الله على البيجو، ارخص بيجو موديل 93 في مصر وعلى صني 2015. تابعونا ريفيو الجاي. كان معكم هشام ابو زيد من احنا بتوع المستعمل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.